يعني حتى ألوان الشعر من سنة لسنة بتتغير، ممكن يلي دارج بالفترة الحالية ما يبقى موجود بالسنة الجاية، وخاصة هلأ داخلين على فصل جديد وتغير للطقس، فكل الصبايا بحبوا يعرفوا شو الألوان الدارجة وشو الألوان اللي ما عاد نشوفها. كل هاي التفاصيل رح نعرفها بفقرتنا لليوم. هلا نحن نهاية صيف بداية خريف. بالصيف كانت الألوان الفاتحة الأشقر، العسلي الفاتح كتير، الأمبري. هلا فتنا بخريف نفوت بألوان دافية، ألوان الشوكولا الفاتحة، العسلي، اللولايت، ألوان الشوكولا كمان البني الغامق، بما أنه فاتين على خريف تختلف شوي الألوان عن الصيف. هلا نحاسي درج السنتين ما جاب كتير قوي، هلا لا خف، هلا بلش كل الالوان تقلب على عسلي فاتح وغامق مع الولاية. بالنسبه للقصات كان دارج كاري، هلا فتنا على مطبق راجع الديكرادي، خاصة إذا وحدة شعرها طويل عابي عم يطلع عليها المطبق الديكرادي كتير حلو، عم يعطي حركة وكثافة بالشعر، حلو ناتوريل الشعر كله يا يعني. هلا بالنسبة للعروس هو الأشقر حلو، بس كل وحدة شو بيلبق لها، لبشرتها لعينها لطلطة، ما فينا نحدد كل العالم أشقر وما فينا نحدد كل العالم أسود، حسب عينها بشرتها شو بيلبق لها بيروح اللون عليها. هلا ما فينا نقول كل العالم بيلبق لها الأشقر، في عالم بالبلا الأشقر، في عالم بالبلا العسلي، في عالم بالبلا النحاسي، في عالم بالبلا الأسود، فكل وحدة طلطة شو بيلبق لها، أهم من أنه شو حلو عليها. يعني طلطة عينها، حجر عينها، اللون مع بشرتها، لون بشرتها شو بيلبق لها اللون، ما فينا نحدد أنه الأشقر. موديلات الشعر كلها كمان راجعة سمبل، مثل ألوان الشعر الهادي، يعني دارج إذا الشنيون بنعمل على الواطي خفيف ورايق، ما نوعجق لا النفش القوي. حتى الموديلات تبع العروس نازلة كلياتها طبيعية، ما عاد فيه التنفيش القوي، نحط حشوات القوية، كله سمبل طبيعي. كمان بنرجع على ستايلها للصبية شو بيتساوى، بس بشكل عام كلياتها شنيونات واطية رايقة وتسريحات نازلة. الشنيون العالي هلأ بطلان أكثر الموضة، كله شنيون واطي وتسريحات ناعمة، ممكن ربط كوتشوفال حلو عم بيطلع. كل حدا له طريقة، أنا طريقتي باللولايت ما بشتغلها بالقصدية بالسلفان، بشتغلها بالمشط يطلع طبيعي، الشعرة مرتاحة جدا وبيعطيك يعني كسر لون لولايت تضواية بقلب الشعر حسب الدرجة تبعه، فأنا بفضل هي الطريقة مريحة للشعر أكثر من القصدير. القصدير بنساوي فيه نحن الهايلايت البلاتيني، أما اللولايت أنا بشتغله بالمشروع.